الجزائر أهلنا وبلادنا وقفة رائعة جدا وتاريخية جدا مع بلادي. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننصحكم باش تابعوا معنا فيديو حتى ما تراطوش خوتنا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مغنية تونسية ترد بطريقة رائعة على جوارينا اللي هوك، على الزينة الديودية تاعهم وكامل السراقين تاعهم اللي ظلوا يسرقوا في الأغاني الجزائرية ويغنوا باللهجة تاعنا الجزائرية. المهم غادي تشوفوا هذه المغنية التونسية على المباشر توقف الحفلة تاعها وايضا تنشد النشيد الوطني الجزائري على المباشر وتهنئ الشعب الجزائري وكامل الجزائريين بمناسبه اندلاع الثوره الجزائريه خوتنا. المهم تبعوا معنا ما تراطوش الفيديو، طلعوا لنا الفيديو، كثروا لنا من لايك تعليقات، اللي ما راهش مشترك اشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك اشترك وفعل الزر وكثرونا من لايك تعليقات خوتنا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المغنيه التونسيه كيفاش غادي ترد على الناس اللي هوك، وايضا غادي نشوفوا الفنان والمغني محمد القساني جزائري من ولايه وهران، غادي تشوفوا كيفاش غادي يرد على الزينه الدوديه. غادي نشوفوا هذه الزينه الدوديه واش دارت من قبل وبعدها تشوفوا الرد عليها. تابعوا معنا بسم الله. يعني هنا بعد ما رفضت باش ترفع الرايه تاع بلادنا الجزائر وقالت لهم انا مع سيدنا، يعني الجزائريه اللي بغات تمد لها الرايه تاع بلادنا قلت لكم باللي قادر تكون جزائريه وقادر تكون مروكيه وخدموها مع اللي يزيدوا تبعوا. احنا الشعب الجزائري كنموتوا عليه، هذه هي غادي ما فيهاش بلا، لكن اولا واخيرا عاش المغرب. الحاجه الاولى احنا كشعب جزائري مني وروح ما نحبوكمش وطوا طوا غيخليوها عندكم، يعني المحبه تاعكم غيزيدوها في رواحكم. والحاجه الثانيه بالنسبه لينا الرايه تاع بلادنا درتي فينا مزيه كي ما رفدتيهاش، يعني الرايه تاع بلادنا تاع الرجال اللي ماتوا عليها رجال ما يرفدوهاش ناس كيما نتوما. المهم بالنسبه لهذه الدوليه راكم شفتوا كامل واش دارت من قبل، انا بغيت غير نذكركم واش دارت باش غادي تشوفوا الرد عليها غادي يكون بقوه، غادي تشوفوا مغنيه تونسيه كيفاش غادي ترد عليها وكامل مراركه، ايضا غادي تشوفوا في الاخر محمد الخاساني كيفاش غادي يقصف الدوليه على المباشر. يتبعوا معنا خوتنا وكثروا لنا من اللي لايك تعليقات باش يطلع الفيديو. اهلا بالجزائر نقول لهم مبروك. الجزائر كي تكسب كانها تونس ربحت. المهم كيما راكم تشوفوا راهي تقول مبروك للشعب الجزائري، يعني راهي تبارك للجزائريين بالكامل، مع اللي يزيدوا تبعوا. الجزائر اهلنا وبلادنا ووقفة رائعة جدا وتاريخية جدا مع بلادي. سمعتوا خوتنا؟ قلت لكم الجزائريين راهم خوتنا ووقفوا وقفه تاريخيه مع بلادنا، يعني ما ينكروش الخير كما اللي درنا فيهم الخير، وبعد ما روحوا لبلادهم قاعدوا يسبوا ويشتموا فينا، زيدوا تبعوا معليش. مع ناسي مع اهلي مع تونس الغاليه. المهم بعد ما سمحتوا هذه التونسيه واش تكلمت علينا كجزائريين واش قالت على بلادنا الجزائر، الان غادي نوريكم كيفاش غادي توقف الحفله تاعها، يعني كان دايره حفله في تونس وفي قرطاج خوتنا، وقفت الحفله واش دارت خوتنا؟ غنت النشيد الوطني الجزائري وعلى المباشر، يعني بهذه الطريقه وجهت رساله قويه لكامل اعداء الجزائر اللي منهم الناس اللي هوك. كثروا لنا من اللي لايك تعليقات وتبعوا معنا باش تشوفوا هذه التونسيه واش دارت خوتنا. نعم تحيه للجزائر. ها؟ نشيدهم الوطني ولو فقرة صغيرة منه. تفضل مايسترو. ما شفتوا قلت لهم نعملوا حاجه للشعب الجزائري، يعني لخاوتنا الجزائريين غادي يغنوا النشيد الوطني الجزائري في تونس بمناسبه الذكرى 70 لاندلاع الثوره الجزائريه. تابعوا معنا.
ما شفتوا هذه المغنية التونسية واش دارت خوتنا، وهذه رسالتها للشعب الجزائري ولكامل الجزائريين. وقفت الحفلة تاعها على المباشر خوتنا وغنت النشيد الوطني الجزائري باش تبارك للجزائريين بالاندلاع تاع الثورة الجزائرية بالذكرى 70 خوتنا. شكرا بزاف لخوتنا التوانسة، وشكرا شكرا شكرا لهذه المغنية التونسية، ربي يحفظها. الحاجة اللي عجبتني في هذا الحفل درابو تاع بلادنا الجزائر ودرابو تاع خوتنا التوانسة يرفرفو امام اعين الحساد والعديان اللي راهم يكحلوا من البعيد. المهم هذا الرد من عند هذه المغنيه التونسيه على المراريك وعلى هذيك الداوديه، هذه وا تستاهل باش ترفع الرايه تاع بلادنا الجزائر، لانها ما تنكرش الخير وعارفه شكون هما الجزائريين وعارفه واش دارت الجزائر مع بلادها. سمعتوا كامل كلامها واش كانت تكلم. المهم زيدوا تبعوا تسمعوا واحد الشعر من عند اعلامي تونسي على الجزائر، اسمعوا واش غادي يقول. يا اخويا اشقائي في الجزائر، مشيت ليبيا، مشيت للمغرب، مشيت لمصر، لبنان، تقريبا كل الدول العربية زرتها. لو كان تقولي شنية حلمك في الحياة مش ندور العالم، ندخل للجزائر ندورها من شمالها شرقها غربها جنوبها لسبب بسيط. أنا نعرف أنه أشقائنا وعائلاتنا وأحبابنا في الجزائر كيفاش وقفوا معانا وقت اللي البلاد كانت مستحقة خوب. سنة انتوما تزيرية حبتكم في القلب، حبتكم في القلب حبة غير عادية بالمرة، ونهدي لكم الحلقة هذه وكل حلقات برامج الحوار لأشقائنا في الجزائر. المهم كما سمعتوا خوتنا هذا إعلامي تونسي كان يتكلم، وهذا الكلام موجه للجزائريين. كما سمعتوا واش قال لكم، قال لكم راكم خوتنا وانتم ايضا توانسه راكم خوتنا، يعني رانا نهضروا على التوانسه الاحرار اللي حبونا ونحبوهم. رانا عارفين باللي كاين في تونس نفس اللي كاين عند الناس اللي هو صح، على بالنا باللي كاين توانسه وكاين تونسيات الاحرار اللي حبونا ويعرفوا شكون هي الجزائر ويعقلوا على الخير وما ينكروش الخير كما داروا واحد الناس، يعني اللي كانوا عايشين عندنا وياكلوا من الخير تاع بلادنا بعد ما روحوا لبلادهم قاعدوا ياكلوا في الخير تاع بلادنا. المهم سمعتوا خوتنا هذا الكلام موجه لكم انتم كشعب جزائري، يعني هذا من عند اخوكم التونسي اللي يحبكم وانتم ايضا تحبوه، ودائما رانا مع تونس هكا علاقتنا راهي طيبه وان شاء الله دائما تبقى كيما الحدود مفتوحه ندخلوا عندهم يدخلوا عندنا. وزاد تونس قاره اللي خرجت به الاخير قلعت الباسبور على الجزائريين، يعني جواز السفر قلعته، يعني الجزائري كي يبغي يدخل تونس بطاقه تعريف هذا مكان. وحنايا فرضنا الفيزا على الناس اللي هو عياشي راك هنا على بالي، معليش كثرونا من التعليقات وزيدوا تبعوا معنا. تحيه خاصه جدا الى الجزائر الحبيبه رئيسا وحكومة وشعب بمناسبة الذكرى. تحية إلى روح الشهداء اللي سقطوا من أجل بلادهم، المليون ونصف مليون شهيد. تحية إلى الشعب الجزائري، إلى شباب الجزائر، إلى شابات الجزائر. إن شاء الله في مزيد من الازدهار والتطور والتقدم لهذا البلد الشقيق. تحية مني خاصة جداً انا صابر الرباعي، وكل عام وانتم بالف الخير. وين كيما شفتوا هذا فنان تونسي، نورمالمون فنان تونسي ما على باليش خوتنا، قولوا لي تعليقات الاسم تاع صابر الرباعي. المهم راه يوجه رساله للشعب الجزائري ويهنئ فيهم بمناسبه اندلاع الثوره الجزائريه. تحيه الجزائر وربي يرحم الشهداء، دعوا بالرحمه للشهداء خوتنا. المهم كثرونا من ليله التعليقات وزيدوا تبعوا معنا. نحن ظلنا في حياتي او ممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. المهم المقطع ما راهش كامل خوتنا، هذه اللي راكم تشوفوا فيها في المقطع الكامل غنت النشيد الوطني الجزائري وين خوتنا في السفارة الفرنسية خوتنا، وكما راكم تشوفوها والدرابو تاع فرنسا، وهنا كما راكم تشوفوا واش راهم يديروا، راهم يتاحوا خوتنا جزائر بكا ما تزعق، هذه ماشي زريبة باش يجي يروسوا فيها ويدوا الأموال منها ويروحوا، هذه يسموها الجزائر في السفارة تاعهم. النشيد تاعنا يعلو هما واش يديروا يتاحونا. كثرونا من ليلة التعليقات وزيدوا تبعوا. الان غادي تشوفوا القصف من عند محمد الخصاني لهذه الدوديه وغيرها، اي تبعوا معنا. باغي نقول حاجه ونجاوب على واحد الفنانه اللي ما حبش تلبد العلام، هذا العلام يلبدوه من الشرفه، هذا العلام شريف ونقي ويلبدوه ناس نقيين، ما خصناش واحد اخرين يلبدوا العلام. المهم الرساله وصلت والرد كان مناسب خوتنا، يعني كيما سمعتوا خونا محمد الخصاني واش قال لكم، قال لكم هذا الاعلام يرفدوه غير الشرفه، يعني غير الناس الشرفاء، يعني ماشي اللي راكم فاهمين خوتنا، ماشي اللي راهم في الحي تاع بوصبير وكامل. لذلك انا قلت لكم نورمالمون هذه الجزائريه اللي عطاتها الاعلام نورمالمون ما تمدها لهاش، لان هذا الاعلام اللي ماتوا عليه رجال وضحوا عليه رجال
يرفدوا غير راكم فاهمين، ما يرفدوش اللي بوس وركع وقول عاش. المهم درتي فينا بليزير داوديه من ما رفعتيش الرايه، حنا كنا متمنيين بها وحده كيما انت ما ترفديش الرايه تاعنا، هذه هي لا انت لا خواتك هوك. المهم الرايه تاع بلادنا يرفدوها غير رجال الناس الشرفاء، كيما هذه المغنيه التونسيه جي عليها اللي رفدت الرايه تاع بلادنا الجزائر، لانها ما نكرتش الخير واستعرفت باللي الجزائر وقفت معاهم ورفدت بلادهم ودارت فيهم الخير. هادو هما اللي قدروا يرفدوا الرايه تاع بلادنا، والرايه تاع بلادنا يرفدوها غير ولاد البلاد، يعني الجزائريين اللي جدودهم ضحوا من اجل بلادهم، جدودنا ما روحوش طلبوا الحمايه ولا قاعدين يركعوا كما درتوا نتوما وكما داروا جدودكم، جدودكم ما طلبوا الحمايه وقاعدين يحسوا تحت سيادهم، بصح جدودنا حاربوا وناضلوا وضحوا بنفوسهم حتى جابوا الاستقلال، والحمد لله بلادنا حره ومستقله، وحنايا رانا مكملين على الوصيه تاع جدودنا، يعني هذه البلاد خلوها لنا امانه، وحنايا غادي نحافظوا على الاستقلال تاعهم حتى اخر قطره من دمنا. دائما رانا هنا من اجل بلادنا الجزائر، وتحيه بلادنا الجزائر وربي يرحم الشهداء. المهم خوتنا نتمنى منكم تدعمونا الفيديو، وصلوه بارطاجوه خليه يوصل للعياشه وغيرهم باش يشوفوا الرد من عند هذه التونسيه، وايضا من عند خونا محمد الخصيني ليهم هما ولغيرهم، يعني الكامل اعداء الجزائر. هذه الرايه ماتوا عليها رجال، وهذه البلاد ضحوا عليها الملايين باش تحرت، ما جاتش هكا. تحيه الجزائر، ودائما افتخروا بانكم جزائريين، دائما افتخروا ببلادكم الجزائر. المهم كثروا لنا من لي لايك تعليقات كيما قلت لكم، عطونا رايكم في التعليقات وتهلاو لنا في جوالنا غادي تلقوهم بقوه خوتنا. اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، كامل اشتركوا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم فيديو جديد اللي راح نحطهم في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.